الأخبار المسائي، رسالة طمأنة وغضب مكتوم، الأهلي يرفض تخفيض عقود اللاعبين وقمصان يثير الجدل. المصري اليوم، تخفيض عقود اللاعبين يفجر الخلافات داخل الأهلي، فايلر يقترب من التجديد موسمين ويؤجل حسم مصير المعارين، التخطيط تطالب عاشور بالرد على عرض النادي نهاية الأسبوع، والطلائع يتمسك بتمديد إعارة عمار حمدي. الجمهورية، فايلر يجدد عامين للأهلي. الأهرام، الأهلي يتحرك لاستعادة رمضان صبحي من هدرسفيلد بالتقسيط أحمد فتحي بين السماء والأرض بعد تملص مسؤولي بيراميدز من الاتفاق. أخبار الرياضة، تفاصيل النهاية المأساوية للجوكر مع الأهلي، فتحي قلب الطاولة في آخر لحظة، قرر الرحيل وخلع وكيله وتعلل بالمدير. الأخبار، الأهلي مستاء من دخول بيراميدز في سباق ضم حجازي، الأحمر يتمسك بالدوري والإدارة تترك لفايلر حرية التعامل مع فتحي. أخبار الرياضة، الحظر يلعب مع السويسري في بديل هاني، الأهلي بين أكرم وبكار وفايلر يحسم. وأخيرا الدستور، مرجان يجتمع مع مؤمن زكريا والتخطيط تدرس طلبات الرحيل، فايلر يرفض حارس الطلائع ويمنح الفرصة لعلي لو. طيب، أخبار كتير عن النادي الأهلي في الصحف النهاردة، وخصوصا أن هي بعضها أخبار يعني بقالها كتير يعني اتكلمنا فيها والموضوع خلص، يعني موضوع أحمد فتحي تحديدا، لكن خلينا ناخدها واحدة واحدة ونعلق مع بعض، احنا ما وريناش حاجة يعني. نبتدي بالأخبار المسائي. الأخبار المسائي بيتكلموا عن إيه؟ رسالة طمأنة وغضب مكتوم، قريت المتن وقصدهم إيه يعني في الحتة دي؟ إن الأهلي بيطمن مستر فايلر إن هو مش هيخفض عقود اللاعبين. يا جماعة بالمناسبة الأهلي لسه ما خدش أي قرار رسمي بخصوص الاتجاه ده. فكل دي اجتهادات. الغضب المكتوم قصدهم عليهم إيه؟ قصدهم إيه يعني عليه؟ على كابتن سامي قمصان والستوري اللي كان نزلها على انستجرام بيتكلم عن احمد فتحي فيها، في ايه الغضب في كده يعني؟ ايه الغلط؟ الراجل بيوجه رساله لاحمد فتحي، مش عارف ليه الناس بتحاول تكبر القصه يعني، الناس بتحاول تستنتج امور سلبيه ممكن تعمل ازمات جوه النادي، او بيحاولوا يلاقوا ازمات جوه النادي. مفيش حاجه، راجل كتب كلمتين على احمد فتحي. هو احمد فتحي يا جماعه ده ما يستحقش كلمتين كويسين؟ لا يستحق. ممكن نكون زعلانين منه عشان مشي من الاهلي، عشان احنا بنحب النادي، متعاطفين جدا مع النادي، متعاطفين جدا كمان مع لاعب كان اضافه للنادي وده تاريخ جدا كبير جدا للاهلي يعني. لكن في نفس الوقت لا، مش مستاهله تجريح بصراحه، او مش مستاهل ان احنا نهاجم او نقطع، وده ما بيحصلش يا جماعه. انا بتكلم على اعلام الاهلي الرسمي يعني، الناس شكرت احمد فتحي والقصه انتهت بكل الاحترام يعني، مفيش اي مشكله. ممكن بقى الواحد بينكش كده يحاول يطلع أزمة ما بين الأهلي واللاعب، وإزاي ومدرب عام في الأهلي كتب أمور بتبقى زيادة شوية. طيب، الأهلي يرفض تخفيض عقود اللاعبين، قلت لحضراتكم إن الكلام ده لسه ما فيش قرار رسمي بخصوصه يعني، واتكلمنا بخصوص سامي قمصان وإثارة الجدل، ما فيش جدل ولا حاجة يعني. طيب، نروح لإيه؟ تعالوا نروح ناخد المصري اليوم. ماشي، المصري اليوم بتتكلم على تخفيض عقود اللاعبين، خلاص رديت على الجزئيه دي، بيفجر خلافات داخل الاهلي. يا جماعه لسه ما فيش قرار اصلا عشان يبقى في خلافات، ولو في قرار ان شاء الله مش هيبقى في خلافات ولا حاجه يعني. احنا بنمر كلنا بفتره عصيبه جدا وصعبه على الكل يعني. فايلر يقترب من التجديد موسمين، ماشي، انا هعلق على الخبر ده في الخبر اللي بعده، ويؤجل حسم مصير المعارين، مصير المعارين هيحسم مع نهايه الموسم يا جماعه ان شاء الله، لما يستأنف وتفضل تتابع وتقيم وتعمل تقارير عن بعض اللاعبين المعارين، وبالتالي تاخد القرارات النهائيه ب سواء استعادة هؤلاء اللاعبين أو استعادة بعضهم أو عدم استعادة أي واحد فيهم، وإن هم ممكن يكونوا محتاجين لفترة أكبر لمزيد من الخبرات خارج النادي الأهلي. دي كلها قرارات لسه ما اتخذتش يعني. التخطيط تطالب عاشور بالرد على عرض النادي نهاية الأسبوع، ده أمر متروك لحسام عاشور يا جماعة، الراجل اللي عنده حرية التفكير سواء كده أو كده. كل الاحترام والتقدير لعاشور كقيمة أهلاوية كبيرة قوي 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 وبنحبها جدا يعني. والطلائع يتمسك بتمديد اعاره عمار حمدي، عمار حمدي من اللعيبه الكويسه جدا، واكيد من الوارد ان الطلائع يكونوا عايزين يجددوا الاعاره يعني.